أحبتنا في كل مكان، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. أهداف تبقى عالقة في الذهن، في ذكرياتها، في مواقفها، في حضورها، في المدرجات، في البيت، مع ربعك، في أي مكان كنت. وخاصة الأهداف التي تحمل عبق الماضي الجميل. كل شيء الآن قديم أصبحت الناس تحبه وتتابعه، وحتى الغناية القديمة الآن ولا مسلسل قديم ولا غيره تبقى الناس تتابعه أكثر. أصبحت الناس معلق في الماضي، وكذلك الجماهير الرياضية تذكر أجيال وأجيال مختلفة. بعد الفاصل سنبدأ ذلك الزمن الجميل في الكرة أهداف. السالمية والسيب العماني، وهكذا مباريات السالمية الذي كان متألقا في منتصف التسعينات في بطولة الأندية الأبطال. كان أيضا معهم لاعب أجنبي قال له جبريل مونيني، وكان أيضا المهاجم المميز أنذاك علي مروي، وكان جاسم الهويدي كان خطا هجوما طاربا في تلك المرحلة. لعب أمام السيب العماني، ربما تكون مباراة منسية، نعيد أهداف تلك المباراة. تلعب على طول عادل، ملعوب الكرة ناحية مروي، من عادل إلى جبريل بالجول. ها يا ولد يا ولد يا ولد يا جبريل، جبريل يعرف المرمى. ملعوبة من مروي علي مروي علي، شوف عادل يوسف، بينية عادل يوسف حلوة. جبريل على طول، عادل محمود فاتح ومجنح ناحية الشمال حق لعادل، عادل طالع لعلي فلاح، علي مروي بالجول. يا ولد طالع لك علي مروي، لعبها له حلوة يا ولد يا عادل، أحلى منك. علي فلاح إلى عادل محمود وعلي مروي يقول هذه بالجول في الدقيقة 15، في الدقيقة في الربع ساعة. علي مروي يقول أول 10 دقائق راح أسجل، ما عليه 5 دقائق زيادة ما يخالف، مسموح يا علي مسموح. عيسى فلاح سير خضري مجنح ناحية اليمين، يلعبها ناحية يغيرها إلى علي فلاح، يتركها عادل محمود، ترجع إلى عادل محمود تبيك الكرة عادل، تلعب على طول إلى جبريل، ملعوبة من عادل يوسف، جبريل شايد، ترجع مرة ثانية إلى عادل محمود، هي تبي الكرة، توصل إلى حسين الخضري، جبريل جول. الله والله حلوين يا أولاد، حلوين يا السالمية في الشوط الأول، ثلاثة حلوين. شوف النغلات شو تسوي، نغلتين ثلاث أربع خمس بالجول، وهو مرتاح سجل في الدقيقة 34 وهو مرتاح أبدا. شوف حسين، حلوة يا حسين شوف جبريل وهو مرتاح. طبعا عزيزي المشاهد، بعد هذه المباراة راح يلعب نادي كاظمة مع النجم التونسي في تونس للأندية أبطال الكؤوس، وملعوب الكرة بالجول. علي فلاح الرابع، قلنا بالربع ساعة الأخيرة الرابع يا علي، علي فلاح هذا الرابع في الدقيقة 36 باسمك تسجل يا علي الجول، علي فلاح في الدقيقة 36 من الشوط الثاني، لأن الشوط الثاني ما في ولا جول ما يصير. شوف تحتيده الحارس الهدف الرابع. موسم 84-85 كان من المواسم الكروية الممتعة في الدوري الكويتي. الكل يلاحظ أن فترة الثمانينات تحديداً كانت توهج الكرة الكويتية في تقارب المستويات وفي النجومية. سنسلط الضوء عن بعض أهداف تلك المرحلة. لعب السالمية والكويت، هناك في الكويت عبد العزيز العنبري، وفي السالمية المدافع العملاق محمود جمعة، اثنينهم سجلوا الأهداف. دعونا نشاهد. عرضية لصلاح جمال ذياب للفرحان، علي الفرحان وفليطح براسه، توصل إلى صلاح العنبري، جول عبد العزيز العنبري دقيقة 33، وكرة صلحت أمام دفاع السلمية ثلاث مرات، عبد الله حكم فليطح لصلاح الحساوي، توصل لعبد العزيز العنبري وفي الدقيقة 33 والعنبري يسجل أول أهداف المباراة. وكرة خطرة على مرمى الكويت، محبوب شايد، جول
جول محبوب يسجل هدف التعادل للسلمية بالدقيقة 40 قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق. محبوب هذه عادة لهدف محبوب. هدف محبوب اللي حطه للسلمية في الدقيقة 40 من الشوط الأول. فأول وأنا قلت في بداية كلام موسم 84-85 لعب الجهراء والسالمية، وكان مع الجهراء مهاجم مميز ينقال محمد إبراهيم حسون. هو الجيل الجميل لنادي الجهراء اللي فيما بعد حققه بطولة الدوري. كان محمد إبراهيم حسون كان الآن مبتعد عن الأضواء، مبتعد تماما نهائيا يعني. وأيضا ربما المعلومة كان مع المنتخب الوطني في دورة كأس الخليج الثامنة في مملكة البحرين، وكان مع السالمية أيضا مهاجم هداف ينقال عبد الله عبد الكريم. الحكي هذا موسم 84-85 الدوري الأجمل. دعونا نشاهد. العصفور موسى حسن للعصفور مرة ثانية، لعبها لكن يقطعها لاعب الجهرة ومررها وسط الملعب طويلة قدام إلى حسون. حسون ماشي وسريع وسريع، هو وحارس المرمى، وحسون حارس المرمى ويلعبها داخل الجول داخل الجول. الله، في دقيقة 11 في دقيقة 11 في دقيقة 11 يسجل محمد إبراهيم حسون. محمد إبراهيم حسون شوف عادة بالبطيء لما طلع فيها وطاف الدفاعات وما كان متسلل فعلا، وتوصل إلى هجمة مرتدة للاعب عادل عبد النبي ناحية موسى حسن باليمين. موسى حسن مع الكرة يعدلها ويلعبها أرضية توصل عبد النبي، مرر الكرة قدام الجول. الله، عبد الله عبد الكريم حلوة يسجل في الدقيقة 7 بكرة من عبد الله عبد الكريم. يسجل عبد الله عبد الكريم في الدقيقة هذه عادة بالبطيء، شوف لما صلحها عاد النبي إلى عبد الله عبد الكريم يحطها بالجول على أمير مطير شرقاط. في موسم 84-85 الكويت والتضامن، ودائما التنافس كبير لان التضامن كان فريق ايضا مميز، والكويت كما تعرفون تاريخ كبير في عالم كرة القدم. الاثنين يملكون مهاجمين مميزين في تلك الحقبة. الكويت معهم صلاح الحساوي لاعب هداف سوبر، وايضا نع نادي التضامن لاعب هداف مميز مشاكس باتل شبيب الدقباسي. هدفين، هدف لكل منهما سنراه موسم 84-85. لكن صلاح مرزوق، توصل الكرة إلى صلاح الحساوي اللي بيحاول يمر بشوت. الله، حلو حلو حلو، كرة سهلة كرة سهلة. الحساوي ياخذها من كرة مرتدة ويمر فيها هو والدفاع ويلعبها بكل بساطة، يوقف يحاول يصلح نفسه ويلعبها جول في الدقيقة 14 من الشوط الأول. صلاح الحساوي قاسم يلعبها طويلة جدا، كرة حلوة توصل إلى باطل شبيب. باطل شبيب ماشي باطل وداخل مع وليد الجاسم. باطل شبيب بمر بيلعبها داخل الجول. الله، حلو حلو بمجهود حلو، كرة مرتدة من باطل شبيب ياخذها من خط النص ومر فيها ويطوف وليد الجاسم ويلعبها حلوة في الدقيقة 20 في الدقيقة 20. عادة بالبطيء، شوف عادة يحاول، شوف لما مر فعلا فعلا قدر يمر ويخدع فيها حارس المرمى اللي بيلعبها من حدر ايده الشمال مسجله الهدف الاول للتضامن 1-1. احبتنا في كل مكان، وصلنا معكم نهايه برنامج الكره اهداف. ان شاء الله استمتعتوا في اهداف اليوم، هذه الأهداف التي لا تزال عالقة في الذهن عبر نجوم كبار قدموا شيء الكثير للكرة الكويتية على مستوى الأندية، ويبقى الماضي الجميل جزءا من تاريخ الرياضة الكويتية. باكر إن شاء الله لنا موعد جديد مع الكرة أهداف. أشوفكم على خير، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة.